أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تثبيتها لموقع السعودية السيادي عند AA3 مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة، كما أثنت على قوة النظام المصرفي في السعودية. واعتبر وزير المالية السعودي إبراهيم العساف هذا التصنيف بمثابة إقرار بالأسس المتينة لاقتصاد المملكة بعد أيام على قرار ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية مع نظرة مستقبلية سلبية.